المتلوي من ولاية قفصة هي أحد المعتمديات التي تلقت فاجعة في فقدان 4 شبان نتيجة الهجرة الغير شرعية نحو السواحل الإيطالية. أردنا زيارة عائلة المفقود صدام العيفة لمعرفة تفاصيل الأحداث. هو كي خرج من حنا ما فقناش به خلاص، خرجوا وركبوا، معناها يقولك مع نهار الأربعاء في الليل، نهار الخميس الصباح بالضبط كما حكيتك، نهار الخميس الصباح 3 غير درجين كلموني آخر مكالمة معهم بالضبط، قال لي خرجنا المياه الاقليميه وقلنا معناها الحرس ولا شنو، على اساس قال منعنا من الحاكم تاع التونسي ورانا تو في الماء. ادعينا دعوة خير يا عمي وجماعه المجموعه اللي معاه، احنا الحومه برك هذه فيها 5 من الناس داري من الحوم. الحومه هذه فيها 5 من الناس، واحده تنقذ له 4 مسامير صوت الدار واحد هذا شو رججه هذا تنقذ، وبالنسبه للافراد الاخرين معناها ولدي وتاعنا هذا مشهور بالدو يقولوا الدو احمد او خوها فهمتي، ودريت لمين الزوج عيلة واحدة زوج من دار واحدة، هذوما آخر مكالمة قالوا لي 3 غير درجين بالضبط عام كمان تعيد عود خير من فم تقصت المكالمة تاعها. نهار الخميس العشية سمعنا اللي كونه وصلوا، كلمتنا هذا واحد طاني واحد من الحومة قال لي بربي هذا رقم تاع الحراق اسألوا، سألت الحراق هذا مالك شلبي يقولوا له هذا اسمه، قال لي راهم وصلوا سي، بعد كلمتها بنتي قالت لها بربي يا خو نوصلوا، قال لها لوزا ما هيش لامبادوزا يقولوا لينوزا جزيرة يقولوا لينوزا. احنا تنعطوا ذريتنا ذريتنا مش هذا العشية نهار الخميس كيما غدوة مع العشرة الأحداج الخبر يقولوا روفا مشقف معناها تقلب ولا غرق، معناها هذه الكلام اللي يقولوه فيه الناس ما الناس عارفين، خاطر شقف تونس تقول ما لقيناشو، إيطاليا تقول ما لقيناشو، ما هيش قالها غنم ولا على ليش راهي أرواح، حكاية 8 روح هذه معناها توانسة نورمالمون يهبطوا هما بيديهم يعاونوا الإيطاليان يفتشوا على السقف هذا، ما انا خاطر الشقف هذه مادام ما ظهرتش ال80 روح، الشقف هذا تلقاه في كرش الشقف ملوطه، ما انا ماهوش يقولوا على السطح تاع الشقف من فوق. ملوطه عام 91 هو 21 سنه. بزاف ما غلقهاش 21 بحكم ما كلش. عندي فيستا بومبيرز في الارونجي جيبها له خو عامله ما حبش يلبسها، ايام ما نلبسهاش لونها برتقالي، ايام هزها من وحده وقعد بيها خرج بها باش يدير. ونهار الجمعة الناس سامعة وانا بحكم مجلوط ومدى جلطة ثانية جحدوا علي جيرين حبوش يقولون كي شفت في الدلبزة اش كان يحكي لك قبل ما يخرج بمدة بيامات؟ يحكي لي لك في الجيش، هو كان يعدي في عام ما ليش اسبوع ما اخرج في الجيش، وكان داري علي مش عارف جدي معاها مرميوني يا لعرق الديولادي يتاح في الشارع يقول لي يما الحج يكون داويك يا يما للي يا ولادي قطعت لي قلبي. نهار الثالث بالضبط جينا ارقام من ايطاليا، معناها مع الاسف كي نجربوا في الارقام هذه معناها يقولها قالوا من تاكسي فون تاع الطليان، يقولوا الناس ربما هربوا جيره اخرى. بعد يظهر عندي نسيبي في ايطاليا مش شاف العين المكان، ما ظهر حد شيء، ما لقاش لا في المفقودين ولا في الحي لا في الموتى ولا في الحي. جيلي معلومة يقول لي تسيبي هذا ولد أخت المرأة يقول لي يا كمال رو فما شقف لقوه في مالطا ورو فيه مجموعة، بقينا ما نقول لكش الشقف اللي فيه ولدك صدام هذا وإلا معناها شقف أخر. بعث لي التليفون من إيطاليا هذا أخت ولد أخت المرأة يقول لي الشقف رو رو مجموعة اللي لقوه في مالطا رو فيه أقل من 60 حيين ورو حاليا دخلوه من السبيطار. تبقينا لحد الان مالطا ما سلحتش عليهم، تونس ما حبش تبع الحكايه هذه كدوله نتاعنا، معناها اللي حاسبه روحها هي الدوله وتونسيين، معناها كل دوله اخرى اللي تبعت اولادها وتبعت معناها الحكايه هذه اللي نطالبوا من الحكومه نتاعنا معناها تشوف لنا حل للشيء هذا سواء ميت ولا حي يجي، وتشوف الحكايه يقولوا فما سجون سريه في ايطاليا معناها ما ناش عارفين عليهم السجون السريه، تونس تقول لك معناها ما فهمش السجون هذه، ايطاليا قالت لا فما حاجه غامضه في الوسط. توا كوزاره الخارجيه ولا الدوله نتاعنا كامله لازم هي اللي تقوم بالواجب وهي اللي تحرص على الشيء هذا، مش تخلي الدوله تاع ايطاليا تفتش وحدها قد ايطاليا نسمع في وزاره الخارجيه نتاعها اللي يعني تقول احنا وش يهمنا وجودات احنا ماناش قابلين المهاجرين هذوما نقبل وجوداتهم ولا عباد معناها هي وزاره الخارجيه سمعتها انا بودي تقول احنا ماناش قادرين باش نخرجوا ذات خلينا المهاجرين بلا ذري. الاهل المتلوي مع معروفه ما منسيه مع ماما كل عام، الجنوب ما منسي ما كل عام، حتى ولادها ما ظهروهاش. اما انا ولادي كان حي نشوف ونسمع صوته كان يدخل نعطيه يعطوني جسد
نرد من هالاخرة عقداي ونمشي نزور قبره نعطي عزيها ونمر وندفن عقداي كان يا حياتك الناس بعصا ما يزالش.